اهلا بكم مجددا. اذا بدات منذ الساعه 9 صباح اليوم عمليه الاستفتاء على التعديلات الدستوريه للمصريين في الداخل التي شهدت اقبالا كثيفا في عدد من اللجان الانتخابيه، وكانت مشاركه سيدات مصر في عمليه الاستفتاء منذ الساعه الاولى للتصويت واضحه في الكثير من اللجان وعلى مستوى محافظات الجمهوريه كافه. يستمر ايضا بالتوازي مع التصويت في الداخل التصويت في الخارج للمصريين لليوم الثاني على التوالي، والذي يجرى في 140 مقرا للسفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج وعلى مستوى 124 دولة. ووفقا لبيان الهيئة الوطنية للانتخابات حول اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج، فإن الإقبال كان كثيفا خاصة في عدد من الدول العربية كالكويت وكالسعودية والبحرين والإمارات. نتابع العملية الانتخابية وأيضا نتابع التطورات من أمام اللجان مع مراسلي أكسترا نيوز في محافظات مختلفة، نستعرضها معكم الآن على الشاشة من خلال الصورة، والآن بالصوت والصورة ينضم إلينا الزميل أحمد فرج من القليوبية. أرحب بك أحمد، ماذا لديك من جديد؟ أرحب بك وبكل السادة المشاهدين. وبالفعل بعد مرور ما يقرب من 3 ساعات من فتح صناديق الاقتراع التي فتحت في تمام الساعة 9 هنا في محافظات القليوبية، وبالفعل كانت جميعها في تمام الساعة 9 التزام بالموعد المحدد. محافظة القليوبية هي محافظة كبيرة للغاية، بها 7 مراكز والكتلة التصويتية فيها قد تعدت 3 ملايين، وأنا الآن في مدرسة الخصوص الثانوية التابعة إلى مركز الخنكة بمحافظة القليوبية. بعض الشواهد على العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم، كانت هناك طوابير قبل فتح اللجان أبوابها، وبالفعل بدأت الأعداد تأتي فرادى. وفي هذه الأثناء كما تنقل الصورة، الصورة هي خير دليل على الأعداد الكبيرة التي تظهر في الصورة، من يحملون الأعلام المصرية بالفعل هم أكثر تأييدا للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية. من السيدات يطغون على المشهد من جديد في هذه العملية الانتخابية، بالإضافة إلى كبار السن أيضا يطغون على المشهد، والشباب يظهرون من وقت إلى آخر في مراكز الاقتراع. المدرسة التي أتواجد بها الآن، وكما تسمعون الشعارات في حب الوطن والمشاركة واهتمامهم بالمشاركة في الاستفتاء على مواد الدستور، المدرسة التي أتواجد فيها الآن هي بها لجنتين، اللجنة الأولى خاصة بالسيدات والرجال، واللجنة الثانية هي خاصة بالوافدين. يحق لكل مواطن إن لم يكن من أبناء هذه المحافظة في المشاركة في عملية الاستفتاء من خلال مدارس الوافدين بالمحافظة، وعددهم 24 مدرسة أو 24 لجنة وافدين، بالإضافة إلى أن محافظة القليوبية بها ما يقرب من 524 مقرا انتخابيا بواقع 670 لجنة فرعية. بالفعل هي تعمل في هذه الأثناء، ويعني المشهد الذي تعودنا عليه مرارا وتكرارا هو مساعدة القوات المسلحة لكبار السن للمشاركة في هذه العملية. الجانب التأميني أكثر من رائع بالنسبة للقوات المسلحة وأيضا قوات الشرطة المتمركزة أمام اللجان، وأيضا من خلال الأقوال الأمنية والثابتة التي تتجول، وذلك لتيسير المهمة على المواطنين وعلى الناخبين. أيضا الخدمات المرورية في الطرق المؤدية إلى اللجان أكثر سهولة وأكثر يسر. ولكن في هذه الأثناء دعيني أترك لك الصورة هي التي تتحدث عن المشهد في هذه الأثناء. هؤلاء المواطنين منهم من أدلى بصوته، وبالفعل يحث الناخبين على النزول والمشاركة ممن لم يدلي بصوته، والبعض في هذه الأثناء إن تمت إتاحة الفرصة وإعطاء المجال يقف في طوابير في هذه الأثناء، الطوابير الممتدة، وذلك للإدلاء بصوته. كبار السن والبعض هنا يأخذ الصور التذكارية، وذلك لمشاركته في هذه الاستفتاءات. وكما نعلم جميعا أن محافظة القليوبية في آخر استحقاق انتخابي والانتخابات الرئاسية كانت المشاركة واسعة، وقد تشير بعض الإحصائيات في هذه الأثناء إلى أن المشاركة بشكل أو بآخر بعد مرور 3 ساعات هي جيدة للغاية.
شكرا جزيلا احمد فرج. اذا القليوبيه تستقبل ما يقرب من 3,165,000 من الناخبين، لهم حق التصويت، لهم حق المشاركه في الاستفتاء على التعديلات الدستوريه للادلاء باصواتهم امام 546 من المقرات الانتخابيه بنطاق المحافظه، واجمالي عدد اللجان الفرعيه 664 لجنه. اذا احمد اعطانا فكره واسعه عن الخدمات الامنيه المقدمه وايضا الخطط الموضوعه والاجراءات لتيسير العمليه الخاصه بالتصويت وتجهيزها بالكامل امام المواطنين. اذا الى البحيره مره اخرى، والصوره من البحيره مع الزميل محمد عبد العزيز. محمد، ماذا لديك من معلومات جديده في البحيره؟ بدانا بها اليوم بنقل الصوره وكانت المراه متصدره هذه الصوره، ما هي اخر الاخبار لديك؟ اهلا ريهام واهلا بالسادة المشاهدين. توافد الناخبون بمحافظة البحيرة بمراكز ومدن المحافظة منذ الصباح الباكر على لجان المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي انطلقت منذ الساعة 9 صباحا في ميعادها، وتستمر على مدار اليوم حتى الساعة 9 مساء تحت إشراف قضائي وبتواجد قوات من الجيش والشرطة لتأمين هذه اللجان. وكان محافظ البحيرة قد قام بجولة على اللجان للإطمئنان على سير عملية التصويت، كما تم رصد مسيرة حاشدة من جامعة دمنهور لطلاب الجامعة قاموا بإجابوا مدينة دمنهور، وذلك لتشجيع المواطنين على النزول للمشاركة في الاستفتاءات. هناك محافظة البحيرة قد قامت برفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمجمع دمنهور الثقافي، كما تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن، وذلك لرصد أي مشكلات قد تطرأ والعمل على حلها سريعا. كما تم رصد أتوبيسات تجوب المدن والمراكز لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. بقي أن نذكر أن عدد الناخبين بمحافظة البحيرة تبلغ 3,895,934 ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم أمام 908 لجنة موزعة على 716 مركز انتخابي، كما يوجد 18 لجنة عامة بدائرة المحافظة. هذا كل ما لدينا يا ريهام، وعودة لك. شكرا جزيلا لك محمد عبد العزيز من البحيرة. بالتأكيد سنتواصل معك محمد عبر الساعات القادمة ومع باقي الزملاء لمعرفة أيضا المزيد والجديد أمام اللجان. والآن إلى لجان الزاوية الحمراء، وهذه اللجان التي شهدت في الساعات الأولى من اليوم ومن الاستفتاء على تعديل الدستور الإقبال الكثيف من قبل الناخبين كما ورد من معلومات أمام لجان الاقتراع الفرعية. ماذا إذا لدينا من معلومات متوفرة الآن مع محمد الحداد؟ إليك محمد. نعم ريهام، أرحب بك وأرحب بجميع السادة المشاهدين من مجمع مدارس الزاوية الحمراء. هذا المجمع الذي يشمل 5 مدارس، في كل مدرسة توجد 3 لجان فرعية. من خلال ملاحظاتنا ومشاهدتنا منذ الصباح الباكر، حرص العديد من المواطنين أن يتوافدوا إلى مقر هذه اللجان الفرعية المقسمة بين الرجال والسيدات منذ الساعة 8 صباحا، أي قبل فتح باب التصويت بساعة تحديدا. هناك تأمين بين القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة، وحرص على حفظ الأمن والأمان في محيط هذه اللجان، في محيط هذا المجمع، مجمع المدارس. يمكن لو تابعنا من خلال هذا المشهد استمرار لتوافد المواطنين على لجان الاقتراع منذ الساعة 9 صباحا وحتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم. هناك أيضا حرص شديد من محافظة القوات
القاهرة على استقبال المواطنين ووجود أماكن لانتظار الناخبين. كما نتابع في الصورة الآن هناك مظلات لحماية المواطنين من أشعة الشمس، وهناك أيضا تزويد للجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية، والاهتمام أيضا والإشراف على النظافة العامة داخل وخارج هذه اللجان الفرعية. أيضا هناك حرص شديد على تواجد مولدات الكهرباء، وهناك أيضا لافتات وإرشادات موجودة داخل كل لجنة فرعية تابعناها، سواء في مدرسة السادات أو مدرسة أحمد عرابي داخل الزوايا الحمراء. هذه الإرشادات تشمل خطوات إبداء الرأي للمواطنين والناخبين الذين يستمرون حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم الآن في التوافد على لجان الاقتراع. يمكن كمان الملاحظة التي نلاحظها عبر هذه الصورة التي تنقل لكم على الهواء مباشرة هو استمرار وانتظام حركة المرور في محيط هذا المجمع الانتخابي، في محيط مجمع مدارس الزاوية الحمراء. هناك سيولة مرورية وحرص على انتظام حركة المرور منذ الصباح الباكر وحتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم. بكل تأكيد سوف نتابع معكم على مدار الساعات القادمة العملية الانتخابية هنا في الزاوية الحمراء وفي أماكن متفرقة من محافظة القاهرة. أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة وعودة إليك ريهام. شكرا جزيلا محمد الحداد. إذن هناك خدمات أمنية مقدمة وأيضا خدمات مرورية لتسهيل العملية المرورية، وأيضا حتى لا يكون الازدحام للتوجه إلى اللجان سببا في أي مشاكل أو ينعكس على الحالة المرورية، هي نقطة هامة أشكرك عليها محمد. وإذا هناك الكثير من الملاحظات في الزاوية الحمراء تابعها لنا محمد الحداد، سنتواصل معك عبر الساعات القادمة ومع باقي الزملاء لمعرفة المزيد حول آخر التطورات. إلى مرسى مطروح. مطروح أيضا هناك العديد من اللجان فيها التي تشهد الإقبال الآن في بداية اليوم الأول للاستفتاء في الداخل، وينضم إلينا الزميل محمد منير. محمد، ماذا لديك؟ محمد إذا كنت تسمعني. صباح الوطنية على الشعب المصري الأصيل، الشعب اللي خرج النهاردة عشان يقول الكلمة بتاعته في الاستفتاء للمشاركة بحقوقه السياسية وتمسك بها ليثبت. نعم أسمعك أسمعك ريان. تفضل محمد. معك محمد تفضل. محافظة مطروح تشهد منذ الصباح الباكر توافد المواطنين على لجان الاقتراع. محافظة مطروح محافظة كبيرة متلامية الأطراف شاسعة المساحة. محافظة مطروح محافظة كبيرة متلامية الأطراف شاسعة المساحة، تعد ثانية المحافظات من حيث المساحة على مستوى الجمهورية، تضم 152 مركزا اقتراع و159 لجنة فرعية، مقيد بها عدد من الناخبين لديهم حق التصويت 286 و1043 ناخبا. منذ الصباح توافد على اللجان الفرعية بمدينة مرسى مطروح والمراكز الخارجية للمحافظة المواطنين من الرجال ومن النساء من الشباب والفتيات نادلين بأصواتهم والمشاركة في التعديلات الدستورية على دستور 2014 ليثبتوا للعالم كله أن المصريين يرسمون مستقبلهم ويتطلعون إلى غد أفضل من المشروعات الوطنية والقومية التي تجوب البلاد وتنتشر في كل أنحاء مصر. كان مطروح لها نصيب كبيرا جدا من هذه المشروعات كمدينة العالمين الجديدة ومفاعل الطبع النووي السلمي وميناء جرجوب العالمي. شعب مطروح طبعا دائما يغلب المصلحة العليا للوطن على مصالحه الخاصة. شعب مطروح خرج اليوم ليقول كلمته كما يتمتع بوطنية عالية يسجل أسمى معاني الانتماء والولاء للدولة المصرية، فهم دائما يفخرون بلقبهم، هم حماة البوابة الغربية للبلاد. خرجوا إلى اللجان في ووسط وجيف الصحراء في النجوع الصحراوية بزيهم الوطني المميز لهم في صورة جميلة جدا يرسمونها للعالم كله
يرفعون اعلام الاسلام. شكرا جزيلا محمد منير، اشكرك على هذه المعلومات من مطروح الى الان قنا. وكان معنا الزميل احمد الافيوني في بدايه هذه المتابعه الاخباريه من امام اللجان لمعرفه التطورات. والان وبعد مرور ساعات بالتاكيد اختلفت الصوره والمعلومات لديك احمد الافيوني، ارحب بك مجددا. أحمد الأفيوني، يعني نحاول التواصل معك إذا كنت تسمعني. قنا كانت معنا في بداية هذه التغطية الإخبارية. قنا الحقيقة كانت يعني الصورة بها هامة جدا، لأن أثناء التواصل مع الزميل أحمد الأفيوني كانت المرأة الصعيدية في الصورة ومتصدراها أيضا بانتظام وبانضباط، وكانت قوة دافعة لأفراد أسرتها للتواجد. هذا ما ذكره الزميل أحمد الأفيوني من خلال حواراته مع المواطنين من أمام اللجان الفرعية هناك في قنا. بالتأكيد سنتواصل معه مرة أخرى لمعرفة المزيد. والآن أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد أبو طالب، المتخصص في الشؤون السياسية والبرلمانية. أهلا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد، تابعت معنا الجولة الخاصة بالزملاء، كل التحية والتقدير لهم على هذه المتابعة. ما هي الملاحظات التي تم نقلها من خلال الصورة؟ الملاحظات التي تم نقلها من خلال الصورة، حضرتك احنا غطينا من أقصى شمال مصر إلى جنوبها. هنلاحظ أن في محافظة الأيوبية خروج أعداد كثيفة من المواطنين المصريين، وعلى رأسهم المرأة المصرية التي ما زالت تضرب مثلا ونموذجا وطنيا لدفع كل أفراد أسرتها إلى النزول والاستفتاء على الدستور. شاهدنا الأسر المصرية وشاهدنا الأطفال على الصورة، دليل أن هنا مرحلة غرز الوعي أو التنشئة السياسية لدى الأطفال. المرأة المصرية لا تكتفي فقط بنزولها، بل تنزل بكافة أسرتها، حتى الأطفال موجودين وبكثافة في مشهد أكثر من رائع. ده غرز للروح الوطنية. حرص المواطنين المصريين على التقاط الصورة التذكارية وداخل لجان الانتخاب، داخل لجان الاقتراع، ده أكبر دليل على فرحتهم وعلى استشعارهم بالفرحة لما رأوه من تعديلات دستورية أرضت جموع المصريين. انتقلت التغطية الإخبارية إلى محافظة البحيرة. طلاب جماعة دمنهور كما قال مراسلكم جابت محافظة دمنهور والمحافظات الكبيرة لتوعية المواطنين على المشاركة والنزول إلى الاستفتاء على الدستور. احنا زي ما قلنا، احنا في الساعات الثلاث الأولى في اليوم الأول من المشاركة على التعديلات الدستورية، النسبة تكاد تكون كثيفة للغاية. وجود كل التسهيلات من قبل قواتنا المسلحة العظيمة وشرطتنا الباسلة، تسهيل على المواطنين، روح الحب التي سادت بين المواطنين وبين شرطتنا الباسلة وقواتنا المسلحة العظيمة، والمواطنين يعني والمواطنين هناك طبعا هناك أكيد اهتمام بالفئات العمرية الكبيرة طبعاً، بمن لديه ظرف صحي طبعاً. من الملاحظ أن الخدمة الأمنية المقدمة هنا تشمل الكثير من الأمور، ليس فقط ضمان أمن واستقرار طبعاً محيط هذه اللجنة، ولكن أيضا أمن واستقرار أي مواطن يمر بأي ظرف معين. الخدمات الأمنية في المقدمة الخدمات إنسانية. كيف خدمات إنسانية؟ تم توفير زي ما السادة المراسلين، تم توفير المظلات على حماية المواطنين من الشمس، تم توفير المياه، كل ذلك من أجل راحة
المواطن المصري للإدلاء برأيه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. انتظام حركة المرور كما قالها انتظام حركة المرور على الرغم من الأعداد الكثيفة المتواجدة في محيط المدارس، إلا أن هناك سير وانتظام لحركة المرور. مرسى مطروح وهي من ثاني أكبر المحافظات تقريبا في جمهورية مصر العربية، نلاحظ وجود بكثافة المواطنين، المواطنين بكثافة، وإضافة إلى المرأة المصرية ملاحظ هنا وجود الشباب بشكل كثيف جدا في كل الدوائر الانتخابية وفي كل في كل المحافظات. الشباب إلى جانب المرأة المصرية إلى جانب كبار السن ضربوا مثلا يحتذى به ورسالة لكل بلدان العالم. الشباب نزل بكثافة في تلك الاستفتاءات على الدستور من أجل ضمان المكتسبات التي كفلتها له التعديلات الدستورية، الحفاظ على التمثيل الملائم للشباب في تشكيل المجالس النيابية. المرأة المصرية عظيمات مصر بين قوسين، المرأة المصرية ليس بغريب عليها أو ليس بجديد عليها مشاركة والنزول في الاستحقاقات الانتخابية أو الدستورية. المرأة المصرية عبر التاريخ لها دور كبير، المرأة المصرية أول امرأة في التاريخ الفرعوني على مستوى العالم عرفت الطب، المرأة المصرية كانت ملكة، المرأة المصرية وصلت إلى مرحلة من التقديس إلى أصبحت إله لدى المصريين القدماء الإله إيزيس، المرأة المصرية انتقلنا إلى العصور التي تلتها العصور الفرعونية، المرأة المصرية لعبت دورا. هناك أيضا يعني نقطة هامة خاصة بالشباب، الشباب في أكثر من محافظة الحقيقة، يعني يوجد أعداد من الشباب أمام اللجان. وجود الشباب زي ما قلت لحضرتك، وجود الشباب بكثافة، ودي ملاحظة هامة حضرتك أثرتيها، وجود الشباب بكثافة في التعديلات الدستورية. الشباب قرأ المشهد، الشباب استوعب المشهد، الشباب تم ضمانة لتمثيله تمثيلا ملائما داخل المجالس النيابية. أنتقل إلى مرحلة أبعد من ذلك، الحوار الذي فتحه السيد الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشباب من خلال المؤتمرات الشبابية التي عقدها مع الشباب، وهناك قنوات الحوار فتحها السيد الزعيم عبد الفتاح السيسي مع الشباب، ولأول مرة الشباب في هذه المرحلة يعبر عن رأيه بكل وضوح وبكل صراحة، وأصبح الشباب يشعر بقيمته، وأصبح الشباب له دور كبير في الحياة الشبابية والاقتصادية والتنموية في مصر. كيف أثر تصويت المصريين في الخارج، ونحن أيضا بالتوازي مع ما يحدث الآن في الداخل، هناك ولليوم الثاني على التوالي عملية تصويت مستمرة للمصريين في الخارج وشهدت الإقبال الكثيف خاصة في الكويت والمملكة العربية السعودية، يعني ودائما ما يتصدران المشهد من قبل الجاليات المصرية المقيمة في الكويت والسعودية في المناسبات الوطنية، واليوم أيضا الصورة تتكرر ويتصدرون المشهد بالإضافة إلى عدد من الدول أيضا الأخرى استطاعت الجالية المصرية أن تكون موجودة وبقوة في عملية التصويت. كيف انعكس هذا على الأحداث اليوم التي نعيشها منذ بداية هذا اليوم أمام اللجان، على الإقبال للمواطنين، على عملية الانتظام أمام اللجان التي نتابعها وهي واضحة، هناك انضباط كبير أمام اللجان أيضا؟ تصويت المصريين في الخارج كانت تصويت المصريين في الخارج كان بكثافة كبيرة، تصويت المصريين في الخارج كانت دافعا وحافزا للمصريين في الداخل للنزول بشكل كثيف في اليوم الأول لهم في التصويت داخل مصر. تصويت المصريين في الخارج جاء كضمانة لهم لما حققه التعديلات الدستورية من تمثيل ملائم لهم داخل المجالس النيابية المصرية. فتصويت المصريين في الخارج رقم واحد جاء لحفاظ على مكتسباتهم اللي اكتسبوها، ولأول مرة ان المصريين في الخارج اصبحوا على اتصال مع مصر، اصبحوا كأنهم يعيشون في مصر، اصبحوا يشاركون في العملية السياسية والعملية الاقتصادية لما كفلهم لهم الدستور المصري والتعديلات الدستورية، بل اقترح لهم نسبة تمثيل لهم داخل المجالس النيابية. المصريين في الخارج يرون حجم
الإنجاز الذي يتحقق على أرض مصر، سواء إنجازات على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي. كما قال أحد المصريين في الخارج والمشاركين في دولة الكويت، قالت أنا مش عايشة في مصر لكن أنا شايفة حجم الإنجاز اللي بيتم على الأراضي المصرية وبالأرقام. ماذا عن كبار السن؟ يعني هناك فئات عمرية متقدمة حرصت على التواجد، يعني كيف يقدمون رسالة لباقي الفئات العمرية؟ إذا نظرنا إلى المنطقة العربية نظرة طائر من علو على ما يحدث في المنطقة العربية من اضطرابات ومن ظروف تحيط بالمنطقة العربية من اضطرابات، الكبار السن يشعرون بمدى ما يتحقق على أرض مصر من ضمان للاستقرار وضمان للأمن وضمان جيشنا قوي بأحسن وأحدث الأسلحة. فكبار السن دايما يميلون إلى الاستقرار والأمن الذي يكفله لهم الدستور، الدستور المصري، التعديلات الدستورية كلفت قواتنا المسلحة العظيمة خير أجناد الأرض بحماية حقوق وحريات المواطنين، حماية وصيانة الدولة المصرية. إذن كبار السن شاركوا وبكثافة نتيجة استشعارهم الأمن والأمان التي يحظى وتحظى به مصر والمصريون. أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان الذي تكفله لنا قواتنا المسلحة العظيمة وشرطتنا الباسلة. كيف ترى المظاهر الاحتفالية التي سبقت تصويت المصريين على التعديلات الدستورية في الداخل بعد مظاهر الاحتفالات التي شهدتها أيضا لجان المصريين بالخارج، خاصة أن كانت الاحتفالات التوعوية موجودة كذلك بقوة؟ احتفالات المصريين في الخارج تبعث رسالة لكل شعوب العالم وكل شعوب المنطقة أن المصريين دائما وأبدا ما يقفون بجوار بلدهم، يقفون بجوار رئيسهم، داعمين لرئيسهم. الحملات التواصل الاجتماعي والمصريين في الخارج دعت المصريين على النزول بكثافة إلى المشاركة في التعديلات الدستورية، تلك التعديلات الدستورية التي تضمن لي ولك ولأبنائنا ولأطفالنا مستقبل أفضل، مستقبل آمن، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية أو من الناحية الاجتماعية. يعني رأينا من خلال الصورة كما نتابع الآن، نعم، في هذه الصورة من دمياط رأينا اللافتات الكبيرة، هذه اللافتات بجانب الأعلام المصرية، ملايين اللافتات الحقيقة التي تطوع آلاف من المواطنين بنشرها في مختلف محافظات الجمهورية للدعوة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. هل ترى في ذلك ارتفاعا في الوعي السياسي للمواطن المصري؟ المواطن المصري من أذكى مواطني العالم، المواطن المصري لمس وبشدة ما تم على مصر من إنجازات، سواء على المستوى الاقتصادي ما تم في مصر منذ تولي السيد الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسي الفترة الرئاسية الأولى من إنجازات من 2014 ل 2018 أربع سنوات يعادل 60 سنة إنجاز. نعم، يعادل 60 سنة إنجاز. ارتفاع معدل احتياطي النقدي المصري من النقد الأجنبي لأول مرة ل 44.5 مليون دولار. انخفاض معدلات البطالة ل 9%. انخفاض معدلات التضخم. كل تلك المؤشرات الاقتصادية تجعلنا نستشعر الأمان ونجعلنا نستشعر أن مصر إلى الأمام وإلى الأفضل، وأن مصر سوف تكون في يوم من الأيام من مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا. هناك يعني بعض التيسيرات التي قدمت تعتبر هامة وبالتأكيد أفادت العملية التصويتية للاستفتاء، حيث أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات بالنسبة للمواطنين الموجودين في غير المحافظات المقيمين فيها بأن يدلي الوافد بصوته أمام لجنة فرعية قريبة منه دون أن يتقيد باللجان المخصصة له كوافد.
طبعا الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت تيسيرات عظيمة وقدمت تيسيرات كبيرة للمواطنين للأدلاء بأصواتهم، ومنها أولا عدم التزام الناخب بالإدلاء إذا كان من الوافد فهو غير ملتزم أنه يسافر ويترك عمله للذهاب للتصويت في مقره الانتخابي. أصبح من الممكن الآن، ودي رسالة، أصبح من الممكن الآن لكل المواطنين المقيمين في القاهرة والتي مقارهم الانتخابية خارج القاهرة أن يذهب مباشرة إلى أي لجنة تضم الوافدين لإدلاء بصوته بكل سهولة ويسر. أيضا هناك تسهيلات لذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة لإدلاء بأصواتهم. أيضا هناك برضو تيسيرات أتيحت للمصريين المقيمين في الخارج للإدلاء بأصواتهم. كل تلك التيسيرات تصب في عملية التحول الديمقراطي عن مزيد من المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي سوف تحقق لمصر مزيد من الرخاء ومزيد من التقدم في المستقبل القريب وليس البعيد. كانت هناك محاولات للتشويه من قبل الجماعة الإرهابية الإخوانية بهدف إضعاف المشاركة في الاستفتاء في الداخل، بعد فشل المحاولات لعملية الاستفتاء في الخارج. إذن وبعد ما ننقله الآن من مشاهد خاصة بعملية الاستفتاء في الداخل في عدد كبير من المحافظات ومن أمام اللجان، ونحن في ساعات أولى لهذا اليوم وهو اليوم الأول للاستفتاء، نتابع هذا التوافد من المواطنين، نتابع هذا الانضباط أيضا والخدمات المقدمة على المستوى الأمني وعلى المستوى الإنساني لكل مواطن. كيف ترى استمرارية هذه المحاولات؟ تلك المحاولات تلك المحاولات التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية أكبر دافع لينا وأكبر دافع لكل شباب مصر وكل رفقات المجتمع المصري للنزول والمشاركة بإيجابية في الانتخاب على التعديلات الدستورية. طالما أطلت علينا تلك الجماعة بوجهها القبيح منذ أن عرفناها وظهرت على السطح، دايما تبعدنا عن مسار التحول الديمقراطي، دايما بتبعدنا على مش عاوزيننا ننجح، لكن احنا بنقول لهم هننجح ودعواتكم دي دليل اللي احنا ماشيين في الاتجاه الصح والاتجاه الصحيح. لذلك أدعو المواطنين للنزول بكثافة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لكي ننفي ونثبت للجميع أننا على قلب رجل واحد، وطالما أثبتنا للجميع أننا على قلب رجل واحد. كانت هناك بعض المحاولات لتعطيل الاستفتاء في بعض الأماكن أو حتى نكون محددين ولايات بالولايات المتحدة الأمريكية وباريس أيضا، ولكن هذه المحاولات بقت بالفشل ولم تؤتي ثمارها. هل تعتقد أن عناصر هذه الجماعة تحاول أن تقوم بنفس الدور في الداخل؟ بالتالي كما فعلت تلك الجماعة في الخارج سوف تقوم به في الداخل، لكن أراهن للمرة الثانية على وعي الشعب المصري العظيم. كما سردت من قبل المؤشرات الاقتصادية التي تدل على أننا في الاتجاه الصحيح وأننا في الاتجاه السليم، تلك الجماعات الإرهابية الإخوانية لا تريد خيرا لمصر، لا تريد خيرا للمصريين، لطالما وقفت ضد المصريين، لطالما أرهبت المصريين. سوف أعود بك للخلف لسنوات ماضية، كم أهلكونا، كم أضعونا، كم تلك الجماعة الإرهابية، كم أخافونا، كم أخافوا أسرنا المصرية ما عملته تلك الجماعة تلك الجماعة الإرهابية الإخوانية عالقة في أذهان المصريين. لن يلتفت المصريين إلى دعواتهم الخبيثة، لن يلتفت المصريين إلى دعوتهم الكاذبة. المصريين يلتفون حول رئيسهم الزعيم عبد الفتاح السيسي لما رأوه من إنجازات، لما رأوه من
محاولته بناء الإنسان المصري عبر قنوات الحوار التي فتحها مع المصريين جميعا. كيف رأيت جهود أيضا قدمتها وزارة الهجرة كالخطوط الساخنة على سبيل المثال لمتابعة التصويت بالخارج وتلقي أي استفسار أو شكوى ترد من المصوتين على مدار الساعة؟ مع الوزيرة السيدة نبيلة وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج تقوم بجهد دؤوب وجهد كثيف. ما رأينا دائما نراها في أي شكوى لأي مصري في الخارج، نريها من أوائل المبادرين بالاتصال به ومقابلته. دايما هناك تيسيرات أتيحت من قبل الوزارة لاستكمال عملية التصويت على أجمل وجه، وتقديم تيسيرات منظمة ودائمة من أجل إتاحة يعني يتيح للمصريين المشاركة. هل الخطوط الساخنة هذه فقط يعني للشكاوى أم أنها من الممكن أيضا في رأيك أن الاستفسار عبرها قد يفتح الباب للتأكد من أي شائعة من الممكن أن يعني تعطل عملية الاستفتاء وبالتالي التأكد من هذه الشائعة قبل أن تتعاظم فتصبح معلومة والتأكد من أنها مجرد شائعة تنعكس بالإيجاب على حالة التصويت أمام اللجان؟ طبعا الخطوط الساخنة دايما بتقدم أمران. الأمر الأول يتيح لك أو يتيح للشعب أو للقائمين فرصة إن أنا أستفسر عن شيء، ده رقم واحد. رقم اثنين الخطوط الساخنة ومواقع التواصل الاجتماعي ومؤسسات الدولة زي مركز مكافحة إشاعات تابع لمجلس الوزراء، كل تلك المراكز التي تنعم بها الدولة تحبط الشائعة منذ بدايتها، تحبط الشائعة منذ بدايتها. إضافة إلى الأمر الثالث وهو الشعب المصري العظيم. الشعب المصري العظيم يعي تماما ما يحاك ضده من مؤامرات سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. دعونا ننظر بنظرة فوقية إلى ما يدور في المنطقة. نحن في أمن واستقرار دائم، نحن نعيش الآن في أمن واستقرار تحسدنا عليه كل شعوب المنطقة. هل هذا الهجوم من جماعة الإخوان على الاستفتاء كان واحدة من العوامل المحفزة للمصريين على النزول لدحر فلول الإخوان الإرهابيين ولكتابة شهادة وفاة الجماعة في الداخل كما حدث في الخارج؟ من أحد العوامل التي استشعرها بها المصريون الخطر هي جماعات الإخوان الإرهابية المحظورة. تلك الجماعات التي طالما أذت الشعب المصري، طالما شوهت إنجازات ما يقوم به الشعب المصري، فتلك الدعوات التي الباطلة التي يقوم بها تلك الجماعات الإخوانية المحظورة أكبر دليل وأكبر دافع لينا اللي احنا ننزل ونفتكر اللي عملوه فينا على مدار السنة الكئيبة اللي أطلوا بيها على وجهكم القبيح علينا. فلازم بناء على أحد الدوافع اللي احنا ننزل عشان نقول لهم لا، احنا ماشيين في الطريق الصحيح، احنا هنشارك، لا نلتفت إلى دعواتكم الخبيثة، لا نلتفت إليكم، دعونا نمضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي الذي أرساه السيد الزعيم عبد الفتاح السيسي سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي. ما هو المتوقع للجان اليوم ونحن في اليوم الأول؟ يعني نستطيع القول أيضا أننا في الساعات الأولى لهذا اليوم. زي ما قلت لحضرتك، نحن أمام بداية 3 ساعات أو 4 ساعات من بداية فتح باب الاقتراع على التعداد السورية. تلك الساعات القليلة شهدت كثافة ضخمة وعظيمة لكل أفراد الشعب المصري. أتوقع أنه على مدار اليوم وعلى مدار الأيام القادمة سوف تزداد تلك الكثافات وسوف يزداد إقبال المواطنين على التعديلات
الدستورية، وانهم لازم المصريين ينزلوا ويشاركوا ويقولوا نعم لضمان مستقبل افضل. اهمية الوعي قبل العملية التصويتية والندوات التي اقيمت والمناقشات واتساع دائرة الحوار مع كافة الاطياف في المجتمع، الى اي مدى رأيت انها تنعكس على هذا اليوم؟ انعكست بشكل كبير وايجابي. ما شهدته التعديلات الدستورية من حوار مجتمعي استمع فيها الفقيه الدستوري الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إلى كل الآراء، ولساعات طويلة كبيرة جدا لكل الآراء بشكل حيادي وبشكل موضوعي، الحوار المجتمعي تم بشكل دستوري وتم الاستماع فيه إلى كل الآراء وتم الاستماع فيه إلى كل أطياف المجتمع المصري، بدليل انعكس ذلك بشكل كبير على طوابير اللي حضرتك امام شاشتنا شاشتكم الموقره، طوابير صفوف الانتخابات معنى القليوبيه والشرقيه والزاويه الحمراء وبني سويف وجنوب عرس ديمقراطي الاقصر عرس ديمقراطي كبير مدينه نصر، الكثير من المحافظات معنا يعني على مدار اليوم ننقل الصوره والصوت ايضا مع مراسلينا. عرس ديمقراطي كبير، رساله للعالم كله. شكرا جزيلا دكتور محمد أبو طالب المتخصص في الشؤون السياسية والبرلمانية في هذه القراءة للمشهد في محافظات مختلفة ومتعددة، نتابعه من أمام اللجان ولا زال لدينا الكثير عبر الساعات القادمة، بالتأكيد سنتواصل مع الزملاء، كل التحية والتقدير لهم، ومراسلي أكسترا نيوز لا زال لديهم الكثير من أمام هذه اللجان ومع ضيوفنا الكرام من داخل الاستوديو لمتابعة أيضا وقراءة التطورات عبر الساعة أمام اللجان الانتخابية وكذلك الخدمات المقدمة وكيفية المتابعة للمواطن المصري وتوفير كافة المتطلبات لديه على المستوى الأمني والإنساني والصحي أيضا أثناء إدلائه بصوته في اللجان المخصصة له. الأعلام المصرية بالطبع تتصدر الصورة، وأترككم مع الصورة الآن، الصورة من الزاوية الحمراء ولا زال لدينا الكثير، ابقوا معنا. We'll be right back.
المصري، واعتقد ان انا اولا المواطنين المصريين الحريص على ممارسه هذا الحق، يمكن من يوم ما بلغت سن القانونيه وانا امارس هذا الحق يوم ان كنت طالبا، وحتى الان لم اتخلف يوما واحدا من اداء هذا الحق. هذا تكليف دستوري، وعلى كل مواطن ان يحرص على ممارسه حقه في المساهمه في الامور العامه ومن بينها الاستفتاء. ازاي حضرتك تابعت النهارده سير عمليه الاستفتاء على التعديلات الدستوريه؟ من ساعات التصويت الاولى اعتقد النتائج الاوليه مبشره، ازدحام على اللجان، هذه اللجنه واللجان الاخرى ايضا انا مريت عليها، هي ايضا فيها كثافه تصويتيه، هذا يبشر ان الاهتمام المصريين لممارسه حقهم في ابداء الراي وبالاخص في الاستفتاء التعديلات الدستوريه باعتبارها تؤسس لمرحله جديده من الاصلاح السياسي والاجتماعي في مصر. انطباعي هذه الحشود حرص الجميع على مواصله مسيره الاصلاح وتاكيد الاستقرار الذي تنعم به مصر في هذه الايام. هذا امر غير حقيقي. في مجلس النواب اجرينا حوارا مجتمعيا على مدار 6 جلسات استمعنا فيه لكل الاراء، الاراء الموافقه والاراء الغير موافقه. هذه التعديلات ظلت في لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه في مجلس النواب على مدار 60 يوم، نتلقى اقتراحات لمده 30 يوم، حوار مجتمعي بعد ذلك، وايضا نقاشات كبيره جدا وجاده في لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه، سبقها موافقه مجلس النواب باغلبيه اعضائه على هذه التعديلات نداء بالاسم، وانتهت ايضا بموافقه التلتين عليها في مجلس النواب بنداء بالاسم. اعتقد ان هذه المراحل بتمثل ضمانات كثيره. هذا هذه التعديلات لم تكن هي الأولى. هذه التعديلات لم تكن الأولى، سبقتها تعديلات كثيرة جدا على دستور 1971، 3 تعديلات، سنة 80، سنة 2005، سنة 2007. هذه التعديلات فيها الكثير من المكاسب السياسية والمكاسب الاجتماعية، فيها تعزيز لمكانة المرأة بحجز نسبة معينة، أيضا مواصلة، أيضا تأكيد استمرار تمثيل الشباب، الأقباط، المصريين في الخارج، ذوي الإعاقة، الفلاحين والعمال لنجاح التجربة في هذا الفصل التشريعي، فكان لابد من استمرارها في المجالس التشريعية